الرابع والعشرون من سبتمبر من عام 1971 أصبحت السلطنة عضواً في منظمة المدن العربية. الرابع والعشرون من سبتمبر من عام 1982 توفي الفقيه والشاعر الضرير الربيع بن المر بن نصيب المزروعي الرستاقي. تلقى العلم في الرستاق وحفظ القرآن ودرس أصول العربية وأصول الدين، فكان حافظاً واعياً نبيهاً فطناً. طلبه السيد أحمد بن إبراهيم ناظر الداخلية في عهد السلطان سعيد بن تيمور للعمل مدرساً في مسجد الخور بمسقط بأمر من السلطان، ثم تزامل هو والشيخ أحمد بن حمد الخليلي الذي قدم من زنجبار واختير أيضاً لنفس المهمة، فظلا يدرسان طلبة العلم في المسجد أصول العربية والفقه والدين حتى وافت الأستاذ الربيع المنية في مستشفى النهضة بروي، فحمل جثمانه إلى الحزم بالرستاق حيث دفن هناك. الرابع والعشرون من سبتمبر من عام 2010 وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مذكرة تفاهم مع صندوق عمان للمشاريع السياحية المتكاملة تتعلق بالتعاون في تمويل وتطوير مشاريع خدمية بالمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة.